بريطانيا فتحت المدارس وخففت إجراءات العزل العام، أما فرنسا فعادت فيها الحياة مرة تانية لتكون شبه طبيعية، وده طبعا بحسب تصريح رئيس الوزراء الفرنسي واللي نقلته جريدة الشرق الأوسط، واللي أكدت كمان أن تم وضع ضوابط صحية صارمة جدا، وده نفس تقريبا اللي اتقال في إيطاليا بعد ما سجلت في الأسابيع اللي ماضية أعلى معدلات إصابة وكمان وفيات في أوروبا كلها. خلونا نعرف إيه اللي بيحصل في إيطاليا دلوقتي. معانا من روما الكاتب الصحفي محمد يوسف. يا أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور عليك على السادة المشاهدين. عودة الحياة تدريجيا إلى إيطاليا، يعني كلمنا عن الالتزامات هناك الموجودة بالتعليمات الصحية، الأعداد، أعداد الإصابات، هل فعلا قلت أعداد الإصابات؟ هل فعلا قلت أعداد الوفيات؟ الحياة في إيطاليا الآن كيف تكون؟ الحياة في إيطاليا الحمد لله يعني عادت شبه 90% على ما كانت عليه قبل حوالي 3 أشهر. الناس بدأوا الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات وإلى الأسواق، طبعا تحت إجراءات احترازية من ارتداء الكمامات والقفازات اللي هي الجوانتيات، بالتالي على أساس ما يحصلش عملية إعادة انتشار للعدوى مرة أخرى. عدد الوفيات لا أقل دلوقتي من 70 حالة، بالتالي رجعنا إلى معدل وفيات يكاد يكون عادي بيحصل في أي دولة، وفيات سنوية. وبالنسبة للحياة بدأت الناس تعود إلى عملها، وبدأ الناس يعودون إلى حياتهم تحت هذه الإجراءات الاحترازية. تم فتح الحدود بين المحافظات والأقاليم وبعضها في إيطاليا، وبالتالي بدأت حركة القطارات والمطارات بدأ فتحها من جديد. أما بالنسبة لي الوضع في إيطاليا والناس بدأت تمارس حياتها عادي. هنتكلم على الوضع في بين إيطاليا وأوروبا. إيطاليا وأوروبا هناك مشكلات، كل دول أوروبية فتحت حدودها ما عدا دولتين بالنسبة لإيطاليا، هي النمسا واليونان. مش عايزين يفتحوا حدودهم مع إيطاليا تحسبا أو تخوفا من انتشار العدوى عن طريق إيطاليا، كأن كورونا لا يوجد غير في إيطاليا. طبعا إجراءات غير مقبولة غير مفهومة من حكومة اليونان ومن حكومة النمسا، ما دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي امبارح يعني يخرج ويحتج على ما حدث ويقول كلام غير مبرر. مش معنى ان احنا دولة قمنا بعمل شفافية على مستوى عالي جدا يشهد لها العالم، قمنا بإعلان كل البيانات صريحة وظاهرة للعيان وللجميع، لم نخفي شيء، وبالتالي بنقابل بان احنا بنعامل كاننا مستعمره جزام، وده كلام غير مقبول. وزير الخارجيه الايطالي لويجي ديمايو قال نفس الكلام، وان الكلام ده من 3 ايام، قال ان الاتحاد الاوروبي بناء على هذه الاجراءات مهدد انه يحصل له عمليه تفكك، لان من القواعد الاساسيه للاتحاد الاوروبي حريه انتقال المواطنين بين الدول بدون اي عائق وبدون اي شروط مسبقه. طبعا لويجي دي مايو اللي هو وزير الخارجيه الايطالي تحاشى ان هو يرد على اليونان او النمسا ويقول احنا هنعمل المعامله بالمثل، لان المعامله بالمثل معناها ان هو بيصعب وتيره الرد ووتيره الاحداث لتصل الى عمليه تناحر بدل من تفاهم واجراء تفاهمات مع الحكومات المقابله ليه. وهناك زياره ستتم له مع حكومه اليونان ومع النمسا ومع المانيا لتوضيح انسياب السياحه بين ايطاليا والاتحاد الاوروبي. ايطاليا خسرت في مجال السياحه اكثر من 50 مليار يورو خلال الفتره السابقه. إيطاليا دولة بتستقبل سنويا 40 مليون سائح. 40 مليون سائح ما شفناش منهم حتى 10,000 في الشهرين الماضيين، بالتالي قطاع السياحة في إيطاليا انضر بشكل مباشر جدا. طبعا الحكومة الإيطالية بيتم توجيه الشكر
فيها والسلام عليها ان قامت بعمل اجراءات احترازيه وتوقيع عقوبات على كل من لا يحترم الاجراءات الاحترازيه، توقيع عقوبه 2000 يورو وبيعرض الى جريمه بتعتبر في حق المجتمع والسجن 6 شهور الى سنه اذا لم يلتزم بالاجراءات الاحترازيه. نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الكاتب الصحفي محمد يوسف متحدثا الينا من روما عن الاوضاع في ايطاليا التي بدات تتحول من اوضاع صحيه الى اوضاع سياسيه نتيجه لرفض بعض الدول ان يكون هناك سماح للسفر من ايطاليا الى اراضيها.